ده. علي معلول الاداء الاهلاوي شكل مميز قوي بيقدر حتى الان امتصاص الحماس في الدقائق العشره الاولى، وكان الاهلي قريب انه ممكن يسجل في اكثر من كوره. جيرالدو اللي امامنا هنا اللي بينطلق، جيرالدو اللي بنشوفه بيلعب في الجانب اليمين مع اخطاء الحريه لعلي معلول انه يكمل في وجود النهارده يعني محمود متولي الورقه الرابحه اللي بيلعب بيها النادي الاهلي امامنا هو مكان جسامه حكم اللقاء، حكم مباراه اليوم. ادار 9 مباريات للاهلي. الاهلي فاز على سان داونز بهدف كان في العام الماضي على الحريه في 2018 4 ناشئه على اورلاندو بايرتس، وخسر امام الوداد في 2007 0 في 2012. هنا امامنا فاول للاهلي، بكاري جسامه كره ثابته، علي معلول عرضيه احمد فتحي الاجاي كانت خطيره، وقبلها التسديده بتاعت باتشي، وادي امام النيران الصديقه، جول جول جول. علي 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 يا عتر فلاني وابانجي امامنا هنا في اللقطه الماضيه، وهدف اهلاوي اول في الدقيقه 21. الاهلي اداه ودور، الاهلي ما عندوش حدود، الاهلي بيسجل هدف التقدم هنا، كره علي معلول والنيران الصديقه من ريكاردو نيسيمينتو والمشاركه من جانب بابجي عشان يسجل الاهلي وجمهور الاهلي وفرحه الاهلي في اللقطه دي. ادي علي معلول، وادي امامنا هنا التسديده اللي اتعملت امامنا من جانب اللاعب مابوي، المدافع هو اللي سجل، واوريانجو يبحث عن الكره، وهدف من نيران الصديقه علي معلول اللي صنع الكثير من الاهداف للاهلي هذه المره، يربك الحسابات ويضعها اللاعب لوبو هانجا مابوي عشان يتقدم الاهلي بهدف مقابل لا شيء في الدقيقه. شفت حضراتكم المؤشرات واضحه، الاهلي يقترب انه يسجل، وبالفعل سجل عن طريق